ايه هي الفيزياء الاشعاعيه او الاشعاع؟ طبعا احنا عندنا الاشعاع ده بنعرف تعريف بسيط، بنقول الله عباره عن طاقه، بس عشان اعرف الطاقه دي ليها مصدر معين في الكون، اللي هي الايه الذره او النواه بتاعت الذره او الايه او الالكترونات اللي بتدور حوالين الذره. طب عشان اعرف الذره واعرف كله يبقى لازم نعرف تعريف البدايه الايه الراديشن فيزيكس او الفيزياء الاشعاعيه. عشان اعرف الفيزياء لازم نعرف حاجه اسمها الكوانتيتيز، وهيشرحها لنا بكره الدكتور خالد الزماني بالتفصيل اكتر. ان انا لازم يكون عندي في الفيزياء في اجزاء، عندي تعريف للماده او تعريف للوحده وحده القياس بتاعتي. يعني ايه؟ احنا عندنا مثلا راح تشتري مثلا كيلو رز، وكان اشترى 100 جرام رز، انت شايف رقم 100 اكتر من واحد، لكن احنا شفنا الوحده بتاعه الكيلو نعرفها اوتوماتيك اكتر من الجرام، فبالتالي عرفنا ان الوحده دي ان كده الواحد كيلو جرام وواحد كيلو رز هو يعتبر ايه اكتر من 100 جرام. فبالتالي لازم انا اعرف، عشان اعرف الاشعاع او اعرف اي شيء فيزيائي محتاج ايه؟ محتاج اني انا اعرف الوحده والكميه اللي بنقيس بيها. فبالتالي انا عندي وحدتين اساسيتين او قياسين اساسيين بنقيس فيه الوحدات الاشعاعيه اللي عندي. عندي الاس اي او الستاندر انترناشونال سيستم، الانترناشونال سيستم، وعندي الكلاسيك سيستم. الكلاسيك سيستم ده اللي كان بيستخدم الرطل، واستخدم فالكميات الفيزيائيه بتاعتي هتبقى عندي ايه؟ الستاندر انترناشونال سيستم او الوحدات الدوليه او القياس الدولي او القياس الحديث، والكلاسيك اللي هو الوحده القديمه اللي كانت بتستخدم القدم للطول والرطل للوزن وهكذا. احنا في الوحدات الحديثه بنستخدم عندي اول شيء 7 وحدات اساسيين للقياسات عندي، منها بعد كده تنشق اي وحده. عندنا الوحدات الطول والكتله والزمن وشده التيار، كل واحده ليهم وحده مثلا الطول بالمتر والزمن بالسكند وهكذا. ومنها نشتق الوحدات الايه الفرعيه اللي احنا بنستخدمها. طيب فيبقى انا اول شيء لازم اعرف عشان ابقى متخيل شيء مثلا في الامور الاشعاعيه، مثلا عندي اتخيل ايه هي الوحده اللي هتكلم عنها اللي هستخدمها في القياس الاشعاعي عشان اقدر احدد الكميه، وهل هي الوحده دي ضاره او غير ضاره او مفيده عندي في العمل او غير مفيده في العمل. طيب عندنا وحدات فرعيه بنستخدمها او ثوابت كونستنت بنستخدمها موجوده عندي، هنستخدمها بالذات في جماعه بتوع النيوكلير ميديسن او الان دي تي، انه بيستخدم حاجه اسمها عدد افوكادرو. عدد افوكادرو هو عباره عن عدد الايه الذرات الموجودة في المول من إيه؟ من الذرة. وعندنا سرعة الضوء، وعندنا شحنة الإلكترون وكتلة الإلكترون وكتلة البروتون وكتلة وهكذا. دي كلها أمور ثابتة عندي أنا أحفظها، يبقى أنا عندي لازم مش أحفظها، يعني هي موجودة ثابتة عندي. لو أنا هحتاجها في اختبار أو شيء بيكون موجود إيه؟ بيعطيها لي اللي هي زي عدد أفوكادو. طيب. فهنا بعد كده بيقول لي المكون الأساسي اللي هيطلع لي الإشعاع هي مادة. راديشن اللي هو الراديشن ده الماده نفسها بتتكون عندي جزئين، في جزء اللي هو الذرات بتاعت اللي مكونه من الماده اللي هي بتتكون من نواه بيدور حواليها الايه الالكترون. طبعا العلماء اكتشفوا ان الذره دي عباره عن نواه، النواه دي بتتكون من جزئين اساسيين هم البروتون والنيترون، وموجودين داخل النواه وبيدور حواليها ايه الالكترونات في ايه في مدارات خارجيه. طبعا اكتر واحد اشتغل في الموضوع ده عمنا الحاج بور اللي هو شرح لنا ايه التكوين الاساسي بتاع النواه. طب بدل ما انا عندي 3 مكونات اساسيين بروتون ونيترون والكترون مكونين للذره، وجدوا ايه في حاجه اسمها تعريف اللي هو الاتوميك نمبر او العدد الذري. العدد الذري ده هو اللي بيوصف لي اسم الذره ايه. يعني انا لما بقول عندي ذره العدد الذري بتاعها مثلا 6، خلاص اوتوماتيك انا دخل في بالي عرفت ان هو مين، ان هي ذره الكربون.
قال لي عدد العدد بتاعها 14 ذرة كذا، عدد بتاعها 21 ذرة كذا، فالعدد الذري بيمثل لي المسمى بتاع الذرة، وهو بيمثل مين؟ بيمثل عدد البروتونات الموجودة داخل النواة أو عدد الإلكترونات في الذرة الطبيعية. يعني إيه في الذرة الطبيعية؟ هنعرف إنه ممكن الذرة يحدث لها تأين، فبالتالي ممكن عدد الإلكترونات الموجودة تزيد أو تقل عن الطبيعي. يبقى التعريف الأساسي عشان أعرف الذرة وحدة إيه؟ أقول الله إيه؟ أقول إن هو ده عبارة عن إيه؟ عشان اعرف التعريف الاساسي اقول هو عباره عن عدد البروتونات الموجوده داخل ايه النواه. طيب التعريف الثاني اللي هو مرتبط عندي بعدد البروتونات والنيوترونات، هو قال لي ايه اللي هو العدد الكتلي. احنا شفنا هنا انه الكتله بتاعه الالكترون حوالي نص ميجا الكترون فولت على السرعه تربيع، وكتله البروتون والنيوترون اقصى. وجدوا ان كتله البروتون او النيوترون تساوي تقريبا 1840 مره من كتله الالكترون، فبالتالي بيتجاهل كتله الالكترون لما نيجي نحسب كتله الذره ككل، فبيعتبر ان كتله الذره هي عباره عن متركزه في ايه؟ في النواه. متركزه في ايه؟ في النواه، فبالتالي بتكون الكتله او العدد الكتلي اللي هو الاتوميك نمبر بدينا رمز بالايه، اللي هو بيساوي مجموع عدد البروتونات والنيوترونات، مجموع عدد البروتونات والنيوترونات يسمى العدد الكتلي. طيب يبقى انا اول شيء تعرفت في الذره عرفت ان هو العدد الذري اللي هو عباره عن عدد البروتونات او عدد الايه الالكترونات، لكن الصحيح والثابت هو عدد البروتونات. العدد الكتلي اللي هو مجموع البروتونات زائد النيوترونات ونتجاهل مين الالكترون. فبالتالي قال لي انا ممكن اعمل وصف رسم توصيفي للذره عندي، اقول والله لو انا عندي ذره اديت لها رمز اكس هيكون فيها الـ A والزد، الـ A اللي هو بيمثل لي الاتوميك ماس العدد الكتلي اللي هو هيساوي مين؟ توتال نمبر او مجموع اعداد البروتونات زائد النيوترونات، والرمز الثاني اللي هو الاتوميك نمبر اللي هو يمثل مين؟ يمثل عدد البروتونات، يمثل عدد البروتونات. طبعا هنلاحظ بعض الحالات احنا ماشيين في المحاضره هنلاقي لا ده احنا بعض الحالات ممكن نستغنى عن العدد الكتلي، عن عدد الكتلي او العدد الذري. ايهما ممكن؟ ايهما ممكن نستغنى عنه؟ هل ممكن نستغنى عن لو انا كتبت اكس اي زد ممكن نستغنى عن اي رقم في الارقام في الثلاث ارقام دول؟ لو انا عايز اكتب رمزين بس اكتب ايه؟ طبعا انا لو كتبت اكس يعني سميت العنصر، يعني كتبت مثلا سي معناها كربون، يبقى اوتوماتيك انا عندي معروفه ان انا عندي الكربون. جميل زد الله يفتح عليك. يبقى انا عندي اوتوماتيك خلاص عرفت انه انا هقدر استغنى عن العدد الذري. عدد الذري ليه؟ هو اللي هو يسمي لي مين؟ يسمي العنصر، فيا اما اكتب العنصر يا اما اكتب العدد بتاعه. فبالتالي احنا دائما نكتب كوبالت 60 سيزيوم 100 سيزيوم 137، فبنكتب رمز العنصر خلاص اداني تعريف اوتوماتيك على نوع الايه؟ على عدد الذري بتاعي. فزي كده زي ما احنا كده استغنينا عن مين؟ عن العدد الذري. طيب هل كل العناصر في شيء ثوابت ليها؟ يعني زي ما احنا قلنا مثلا في عندنا ثابت مثلا افوكادو، ثابت افوكادو اللي هو بيقول لي ايه؟ بيقول لي هو بيمثل لي عدد الذرات الموجوده في الوزن المول او الوزن الذري من العنصر. يعني ايه مثلا؟ يعني انت حضرتك كتبت لي هنا كتبت كوبالت 60 27، فانا خلاص بدل ما كتبت كوبالت سي او انا ممكن الغي 27 زي ما بقول، يبقى بالتالي هقول كوبالت 60. ايه يعني كوبالت 60؟ يعني ذرة الكوبالت الوزن العياري ليها او الوزن الذري ليها هو 60 جرام. يعني ايه؟ يعني الاتوم الجرام للكوبالت يساوي ايه؟ يساوي 60 بروتون ونيترون، اللي هو يساوي ايه؟ اللي هو يساوي في عدد ذرات مقدارها 6 و22 من 1000 في 10 اس 23
ذره لكل وزن عياري معياري او مول. المول طبعا حضراتكم الكيميائيين يعرفوها، المول هو ايه؟ السائل او الماده العياريه الموجوده في ايه؟ في لتر من الـ من الـ من, الـ من ايه؟ من السائل. طيب فانا عندي كده الاتوم الجرام او المولكيولار جرام. طب انا هستفيد من الكلمه دي في ايه؟ الشباب اللي شغال مثلا في النيوكلير ميديسن او شغال في الاتوميك في التصوير الصناعي الاشعاعي، اي منهم محتاج ان هو يعرف المفروض العينه اللي محتاجها، سواء هو هيستوردها او هو هيخلي الصيدلي ان هو يحضرها له، محتاج يعرف شدتها ازاي. فهنعرف في المحاضره الاخيره الثالثه النهارده هنعرف انه مرتبط الشده الاشعاعيه مرتبطه بعدد الذرات. طب انا عشان اعرف عدد الذرات ازاي؟ انت هل هو هيعد في المعمل يقول انا عايز 10000 ذره ولا 20000 ذره؟ لا، هو بيوزن. فبالتالي انا عن طريق الميزان، عن طريق الماس، عن طريق الكتله اقدر احدد الوزن. يبقى 60 الاتوميك نمبر مثلا بتاع السيزيوم 137، ده 137 نيوكلر وزن ذري من الصوديوم من السيزيوم، هيساوي في ايه؟ في عدد ذرات مقدارها 626 من 1000 في 10 اس 23. طيب يعني ايه مثال؟ قال لي انا عندي الجزء زي جزء، طبعا دايما الذرات ما بتبقاش مفرده، يعني نادر انك تلاقي ذره مفرده غير الذرات الخامله واحنا نشرحها، تمام؟ لو انا عندي جزء زي جزء الماء ال H2O، جزء الماء ال H2O هي ايه؟ ذرتين هيدروجين وذره ايه؟ وذره اكسجين. طيب ذرات الهيدروجين هنشوفها اكيد عارفينها في الجدول، هي نمبر 1 فيها كام؟ فيها واحد بروتون، يبقى واحد بروتون. طب هم الاثنين، يبقى عندي اثنين من ذرات البروتون من ذرات الهيدروجين، يبقى فيها اثنين بروتون. طب الاكسجين فيها كام؟ قال لي الاكسجين فيها 8 بروتون و8 نيترون، يبقى فيها كام؟ فيها 16. يعني معناها ايه؟ يعني الوزن الاتوميك مولكيولر مول من ال H2O في 18 ايه جرام. طيب ذره الكوبالت، قال لي الكوبالت 27، الكوبالت العدد الذري بتاعه 27 لكن العدد الكتلي بتاعه 60. ايه معنى الكلام ده؟ يعني معناها ان 60 جرام من الكوبالت فيها واحد ايه؟ فيها واحد مولكيول او عدد من الايه افوكادرو نمبر اللي هو 6.22 من 1000 في 10 اس كام؟ 10 اس 23. طب لو قال لي انا عندي كمثال بيقول لي ايه؟ بيقول لي انا لو عندي واحد مية من عشرة او واحد من عشرة واحد من مية جرام من يا شباب واحد جرام واحد من عشرة واحد من مية جرام من الكوبالت فيها كم عدد ذرات؟ قال لي عدد الذرات في العدد الكتلي للذره يساوي كام؟ يساوي الكتله اللي انا عايزها فيها في كام؟ في عدد افوكادو. يعني ايه مثلا؟ شوف خط احسن. يعني بيقول لي ايه؟ بيقول لي العدد الكتلي مضروب في عدد الذرات يساوي عدد الجرامات، عدد الجرامات من او الكتله للعينه اللي انا عايزها مضروبه في مين؟ مضروبه في عدد افوكادو. طب العدد الكتلي 60 مضروب
في عدد الجرامات، في عدد الذرات الموجودة في الكتلة 60. لو أنا أخذت كتلة 60 زيها، يعني لو أنا عايز أجيب كتلة وزنها 60 جرام من الكوبالت 60، دي هتؤدي إلى إيه؟ هتؤدي إن عدد الذرات الموجودة بالداخل، إن هو عدد ذرات العينة دي يساوي إيه؟ عدد أفوجادرو. طيب لو أنا عندي الكتلة كده، فهمنا ببساطة إن لما يكون الوزن عندي الام هنا هو عدد الكتلي، فبالتالي عدد الذرات هتساوي عدد ايه؟ عدد افوكادو. طب لو انا عندي الوزن طبعا مختلف، انا مش هبقى مش ثابت. طب لو انا عندي 1 جرام، هقول ايه؟ هقول العدد الكتلي عندي كام هنا؟ الايه؟ القانون بتاعي في ان يساوي الجرام في الان ايه. طيب لو انا قال لي يبقى الايه عندي، لو بتكلم على عنصر زي الكوبالت 60، هقول 60 في العدد ان اللي انا ما اعرفوش عدد الذرات لمين؟ لعينه فيها 2 جرام في كام؟ هضربها في عدد افوكادو اللي هو 6^22 في 10^23. الجزئيه دي هامه للشباب بتوع النيوكلير ميديسن. طيب يبقى انا اقدر عن طريق الاله حاسبه بالحاسب على طول اروح اقول والله انا عندي 2 في 6^22 في 10^23 على 60 يساوي عدد ايه؟ الذرات. فبالتالي انا اقدر اقول ان عدد الذرات لعدد 2 جرام من ماده الكوبالت 60 هيساوي كام؟ هيساوي 2^00073 في 10^22 ايه؟ ذرة. 10^22 ذرة. طيب لو انت عندك 1/100 جرام، هقول هقول 60 في العدد المجهول عندي يساوي كام؟ عدد الجرامات بتاعتي 1/100 ضرب عدد افوكادو اللي هو كام؟ 6^22 في 10^23 يساوي ايه؟ أقول والله نفس القيمة، أقول 1/100 ضرب 6^22 تقسيم 60 يساوي كام؟ يساوي 10^23 في 10^ يساوي 1^0036 في 10^ كام؟ 20. طيب اوكي يا شباب. طيب يبقى انا عندي اول تعريف انا كنت مهم عندي بعد ما عرفت العدد افوكادو عدد الكتلي والعدد الذري، عرفنا حاجه اسمها عدد افوكادو. عدد افوكادو الهدف منه اقدر احدد عدد اي عنصر، عدد ذرات اي عنصر عن طريق مين؟ حاجتين. العدد الكتلي بتاعه لو انا عرفت عنصر مثلا نظير من السيزيوم 137، اقول والله السيزيوم 137 كذا يبقى 137، واعرف عدد الجرامات. طب هستفيد منها زي ما قلت انا، لو انا راجل شغال في الميديكال في النيوكلير ميديسن مثلا، اقدر اقول والله انا محتاج عينه للمريض عايزين الشد الاشعاعيه كذا، فبدل محتاج الشد لازم اعرف مين العدد الذري، العدد بتاع الذرات. نفس الشيء اللي شغال في استيراد اي مصادر مشعه، قبل ما يستورد المصدر المشعه فهو محتاج بشدة إشعاعية مقدار معين، عشان يقدر يعرف الشدة الإشعاعية دي برضو محتاج يعرف العدد الذرات اللي تديني الشدة دي المقابل ليها هيبقى محتاج كام جرام عشان أوصل بالذرة دي. مفهوم يا شباب؟ في أي سؤال قبل ما ندخل على، لا لسه ما بدأتش بس اسمع المحاضرة، احنا بنتحكى بس. لا
الصوت واضح يا شباب ولا ما واضح؟ When you look at the periodic table, you'll see that each element has its own box. And within that box, you'll find two numbers, the atomic number or proton number and the mass number. But what do these numbers mean? The atomic number has a symbol Z. This number tells you how many protons are in one atom of an element. The number is always the same for all atoms of a particular element. Atoms of different elements have a different atomic number, meaning they have a different number of protons. For example, an atom of hydrogen has an atomic number of 1 because it has 1 proton. But an atom of oxygen has an atomic number of 8 because it has 8 protons. The next number we look at is the mass number. The mass number has a symbol A. The mass number tells you how many protons and neutrons are in one atom of an element. We need to remember that protons and neutrons each have a relative mass of 1, and that electrons are so small that their mass does not need to be considered in the mass number of an atom. So if we know the mass number of an element, and we know the atomic number, we can calculate the number of neutrons in an atom of a particular element. So the mass number equals the atomic number plus the number of neutrons. The atomic number is just the number of protons in an atom. Therefore, mass number equals protons plus neutrons. So if we take oxygen, oxygen has a mass number of 16 and has 8 protons. But how many neutrons does it have? Remember, mass number equals protons plus neutrons. We can rearrange this to show that neutrons equals mass number minus protons. Neutrons equals 16 minus 8 equals 8. Oxygen, therefore, has 8 neutrons. Let's take another example. Lithium has a mass number of 7 and has 3 protons. How many neutrons does it have? Mass number equals protons plus neutrons. We can rearrange this to show that neutrons equals mass number minus protons. Neutrons equals 7 minus 3 equals 4. Lithium, therefore, has 4 neutrons. So the atomic number is the number of protons in an atom, and the mass number is the number of protons and neutrons in an atom. فبالتالي كده زي ما احنا عارفين كده خلاص عرفنا انه التركيب الذري كده للذره عباره عن نواه بيدور حوالي الالكترون. طبعا اكثر من علماء كتار بداوا يتكلموا على التركيب الذري او التكوين الذري، لكن اكثر شيء اللي هو الجماعه بتوع المودرن فيزيكس الفيزياء الحديثه اللي اتكلموا عن ايه؟ اتكلموا عن ان الذره موجود داخلها نواه، النواه من داخلها بيبقى فيه البروتونات والنيترونات. البروتونات لها شحنه موجبه والنيترونات ليس لها اي شحنه. طيب وبتدور حوالين النواه دي الالكترونات في مدارات دائريه، الالكترونات موجوده في مجموعه من المدارات، قال لي عباره عن 7 مدارات اللي يمكن لو شفناها زي ما شفنا في الجدول الدوري في 7 صفوف للجدول الدوري، هنا برضه في 7 مدارات. المدار الكي والال والام والان والاو والبي والكيو، 7 مدارات. هم قالوا لا بس مش كل المدارات، كل مدار له مقدار من الطاقة يختلف عن الايه؟ عن المدار الآخر. يعني الكي ليها مدار
لها مقدار من الطاقة معين، ال L دي مقدار معين من الطاقة، وكذلك كل واحد من المدارات دي يملأ بعدد معين من الإلكترونات. يعني إيه يملأ؟ يعني أنا عندي في المدار الأولاني الـ K ما فيش يقدر يتحمل أكثر من 2 إلكترون. يعني لو أنا عندي ذرة زي الصوديوم فيها 11 إلكترون، هتلاقي أول 2 إلكترون يحطوا في المدار الأولاني الـ K، والثمانية في المدار الـ L، وتبقى إلكترون ممكن يتحط في المدار الـ M. طيب، من ضمن اللي اتكلموا عليه في نموذج بور بتاعنا أو نموذج الذرة بور أو هايزنبرج أو كذا، إنه قال لك والله برضو كل إلكترون له مقدار من الطاقة يختلف عن الإلكترون الآخر. ليه؟ قال لي حتى لو هم موجودين في نفس المدار، يعني في مدار الكي مثلا عندي 2 إلكترون، هنلاحظ واحد بيدور باتجاه والتاني ليه اتجاه آخر، اللي بنسميها إيه؟ العدد المغزلي أو العدد الكم المغزلي لمين للإلكترون، هو بنسميها السبين. طيب، مدام الإلكترونات موجودة بتدور حوالين النواة في مدارات، والمدارات دي على مسافات مختلفة، فبالتالي مقدار الجذب بتاع البروتونات أو مقدار الجذب للنواة لهذه الإلكترونات هيختلف. يعني لو هي بتجذب الإلكترون الموجود على المسافة K هيختلف عن الإلكترون الموجود على المسافة L، فبالتالي حاجة اسمها البيندينج انرجي أو طاقة الربط للإلكترون هتختلف من مدار لمدار إيه آخر. طيب لو أنا عندي بدهم هيختلفوا، فبالتالي إن عشان يتحرك إلكترون هنا، الإلكترون ده كان ليه طاقة X، الإلكترون الموجود هنا فيه ليه طاقة X بلس 1، الموجود هنا X بلس 2 مثلا، فبالتالي بدام ليهم طاقات مختلفة مش هينفع إلكترون كما زي النظرية ما بتتكلم، ما فيش إلكترون يقدر يتحرك من المدار للمدار الآخر غير لما يكتسب أو يفقد. بدام ليهم طاقات مختلفة، يبقى لو هو كان هنا بمدار أعلى وطاقته أعلى، عشان ينزل المدار طاقته أقل، بالتالي هيعمل إيه؟ هيفقد مقدار من الطاقة، وحنعرف هيروح إزاي. طب لو هو عايز كان في مدار أقل عايز يروح لمدار أعلى، محتاج يكتسب مقدار من الطاقة تساوي الفرق بين إيه؟ بين الطاقتين. يبقى كده أنا عندي التركيب الذري للعناصر أو للذرات، عندي قال لي إنه هو النواة فيها بروتونات ونيترونات، ديها شحنة موجبة عشان البروتونات كلها شحنات موجبة، تدور حولها الإلكترون بشحنات إيه؟ سالبة، كل واحد بيدور في مدار بتاعه حسب الطاقة بتاعته، والمدارات ما فيش إلكترون، يعني المسافة بين المدارين مش ما ينفعش يبقى متواجد فيها إلكترون، بيبقى في عندي حاجة اسمها السحابة الإلكترونية كده، مجال معين بيلف حوالين الإلكترون، لكن الفراغ اللي بين المدارين مش موجود، إيه بتعتبر منطقة فوربيدن ممنوعة على إيه؟ على الإلكترون أن تتواجد إيه بها. فأنا عندي كده العلماء اللي تكلموا، شرودنجر وهايزنبرج ودراك وباولي، و الكلام شرحوا لنا اللي هي الكوانتم ميكانكس او الميكانيكا الكم، وهي اللي هي شرحت زي ما قلنا احنا ايه العدد الكم الرئيسي اللي هو بيسمي الكي ال ام ان او بي، والعدد الكم المغناطيسي، وعدد الكم الفرعي، وعدد الكم الايه المغزلي. ده كله بيشرح لي ازاي التكوين او التصريف بتاع مين، بتاع الذره. من ضمنه طبعا هايزنبرج يتكلم عن شيء، باولي يتكلم لي على مبدا عدم الاستبعاد، او ان هو الاثنين عمرهم ما هيكونوا في نفس المجال زي ما قلنا. يعني لو انا عندي جزئيه بتشرح بتوع الكيمياء، لو انا عندي مثلا عنصر زي خلينا في الصوديوم مثلا، قال لي عنصر زي الصوديوم هيكون عندي ايه؟ عندي المدارات اللي ممكن يتواجد فيها الالكترون هي مدار مين؟ الكي ال ال ام. طيب قال لي العناصر دي الكي او ال ال او الام، قال لي الكي بيملا بعدد كم فرعي بنسميه ايه؟ 1s، وبيبقى فيها ايه عباره عن غرفه واحده. يعني لو احنا اتكلمنا عن فندق، ففي الدور الاول ما فيش غير غرفه واحده بس فيها سريرين. طيب الدور الثاني، قال لي الدور الثاني ممكن هيكون فيه ايه؟ هيكون فيه
غرفتين طابقين طابق، هيبقى فيه غرفة واحدة اللي بنسميها اهي الاس، اللي هي فيها غرفة واحدة سريرين، وطابق في نفس الطابق جناح تاني فيه ثلاث غرف، جناح تاني فيه ثلاث غرف، طيب وهكذا. طيب فمبدأ ده كده بنسميه ايه؟ العدد الكم الفرعي. طيب مبدأ باول الاستبعاد قال لي ايه؟ قال مبدأ باول الاستبعاد قال والله انه ما ينفعش ان الالكترونات تكون في نفس الايه الاتجاه، فبالتالي هيملأ او في الدور الاولاني عندي الكترون باتجاه مغزلي معين للسبن بتاعي او الاتجاه المغزلي، والاتجاه العكس بتاع السبن تاني. طيب لما يجي يملأ تاني هيملأ، ما ينفعش يملأ الدور كله كفندق، هروح اقول والله انا املأ اول جناح اللي فيه غرفة واحدة في سرير، أملأ أول سرير وملأت السرير الثاني. بعدها أنا عندي الجناح الثاني في ثلاث غرف، أقول ممكن أملأ أول غرفة هي حطيت فيها إلكترون، عندي إلكترون ثاني أحط فيه إلكترون ثاني ما فيش مشكلة، وأحط الثالث في كل ده في إيه في كل غرفة. بدأ يزيد العدد، لو أنا عندي الصوديوم بيزيد العدد أبدأ أحط إيه أملأ، ده كله اسمه من إيه الإسبن أو العدد إيه الكم إيه الفرع. فاضل الالكترون في الاخر راح احطه في الايه في اخر مدار عندي في الدور الثالث في الاس. طبعا شباب بتوع الكيمياء ممكن تكون فاهمين الكلام ده أبدا. تمام، يبقى دي الفرق الايه الشرح البسيط خالص بتاع مين، بتاع الكوانتم ميكانكس بتاعي اللي هو بالنسبه لايه للاعداد الكم الرئيسيه والفرعيه والايه والمغزليه. طيب هنا بيشرح لي بيقول لي طب هنا ايش معني انا عندي هنا الهيدروجين، عندي الالكترون اللي موجود في اللي هيطلع لي مثلا من المدار M عشان ينزل للكي محتاج طاقة مقدارها في التنجستين 69 ميجا أو 69 إلكترون فولت. طب في الهيدروجين لو كان في إلكترون هيتحرك من الM إلى الكي محتاج فقط 13 إلكترون فولت. حد يفسر لي إيه الكلام ده؟ ليه السبب إن هنا قيمة الطاقة دي أكتر من قيمة الطاقة دي بالمايك او بالكتاب؟ لان الاتوميك نمبر عالي يا دكتور. نعم ايوه هياثر الاتوميك نمبر. طب ليه ياثر ازاي؟ لانه البروتونات موجبه و ايوه لان عدد البروتونات الموجبه هنا في التنجستين اكثر بكثير، عند التنجستين في 74 كانه 74 مغناطيس، في حين الهيدروجين في مغناطيس واحد، فبالتالي لو انا عندي مسمار من الحديد هنا هينجذب بسرعه بتاعت 74 مغناطيس، لكن هنا مغناطيس واحد. او لو انا عايز احرك المغناطيس ده او احرك الالكترون ده ذو الشحنه السالبه محتاج طاقه جذب 74 ضعف اللي هي ايه الموجوده في الايه في الهيدروجين. طب ما دام كده معنى الكلام ده ايه؟ معنى الكلام ده انه اي الكترون موجود في المدار الام مثلا او في ال عشان يروح لمدار اخر هيختلف الطاقه بتاعته باختلاف العنصر. طب ايه معنى الكلام ده؟ معنى الكلام ده الشباب بتوع اللي هيتكلموا عن الاكس راي يقول لك طب ما انا لو انا حركه الالكترون اللي عرفناها شويه من دلوقتي قلنا ان هي عباره عن لما تحرك الالكترون من مدار اعلى الى مدار اقل فقد مقدار من الطاقه معين. طب فقده في الطاقه دي هيؤدي لايه؟ هيؤدي انه يطلع لي الطاقه دي في صوره اشعاع. طب ما دام هو حركه الالكترون هتختلف الطاقه اللي محتاجه هنا في التنجستين مختلفه عن طاقه الهيدروجين، بالتالي الاشعاع اللي هيطلع من حركه الالكترون اللي اتحرك من ام الى كي في التنجستين هيختلف لطاقه مختلفه عن الاشعاع اللي طلع من الام الى الكي في الهيدروجين، فبالتالي بنسميه كاركترستيك اكس راي او اشعاع مميز. فعشان كده هنعرف ليه الاشعه الاكس راي التي تتحرك نتيجه حركه الالكترونات في المدارات تميز العنصر. يبقى لو انا عرفت طاقتها ممكن اعرف العنصر اللي طالع منه ايه هو بالظبط. Bohr's model of atom.
Various models of the atom have been proposed by eminent scientists over the years. These models have increased our understanding of the atomic structure. Among these models, Rutherford suggested that electrons revolve around the nucleus in well-defined orbits, but there was a problem with this. The motion of electrons in Rutherford's model was unstable because any charged particle moving in a circular path emits electromagnetic radiation, thus the electrons would lose energy and fall into the nucleus, making the atom highly unstable. Then, which would be a better model of an atom? To overcome the objections against Rutherford's model of atom, Niels Bohr in 1913 proposed a new atom model. What does this model propose? It first proposes that electrons revolve around the nucleus in specific orbits, and these orbits are associated with definite energies and are called shells or energy levels. These orbits or shells are represented by the letters K, L, M, N. The maximum number of electrons that can be accommodated in a particular orbit is 2n to the power of 2, where n is the number of the orbit. Thus, K shell would have 2 electrons, L shell would have 8 electrons, M shell would have 18 electrons, and N shell would have 32 electrons, and so on. That said, what does this model next propose? It next proposes that the maximum number of electrons that can be accommodated in the outermost level is 8. And finally, it says that the orbit closest to the nucleus has minimum energy and the orbit farthest has a maximum energy. Well then, does an electron radiate energy by itself? Since electrons move in a particular orbit, they do not radiate energy by themselves. What happens instead is when an atom absorbs energy, the electrons get excited and jump into the next higher energy level. The electron can radiate energy and return to its original state or drop down to the next energy level. Bohr's model works well for simple atoms and is easy to understand. It is one among the atomic structures still in use today, and the other being the quantum mechanical model. Things to remember. In 1913, a Danish physicist, Niels Bohr, proposed an atomic model known as Bohr's atomic model. In an atom, the electrons revolve around the nucleus in definite energy levels called orbits or shells. The maximum number of electrons that can be accommodated in a particular orbit is 2n to the power of 2. The maximum number of electrons that can be accommodated in the outermost shell is 8. The orbit closest to the nucleus has minimum energy and the orbit farthest has maximum energy. Electrons are excited to the higher energy levels by absorbing energy and return to the lower energy levels by radiating energy. طبعا زي ما شفنا كده احنا في الجدول الدوري بنتكلم ان انا عندي جدول دوري مقسم الى الجدول الدوري مقسم الى صفوف واعمده. الصفوف لو عدناها هنلاقي 1 2 3 4 5 6 7. 7 دي ترمز لمين؟ لعدد المدارات الموجوده في الايه؟ في الذره الاصليه بتاعتي. طيب بنلاحظ ان اول مدار عندي الصف الاولاني ما فيهوش غير 2 الكترون، ده بيرمز لي المدار الاولاني كي اللي هو يملا بايه؟ بعدد 2 الكترونات فقط. المدار الثاني فيه 1 2 3 4 8 8 الكترونات، وده المدار الثاني يملا ب 8 الكترونات وهكذا. فبالتالي انا اقدر اقول ايه؟ ان الصفوف دي تمثل لي مين؟ الايه؟ المدارات الاصليه بتاعتي. طيب المدار الاولاني كان عندي فيه الكترون هيدروجين والهيليوم، الثاني فيه بدأ بالليثيوم وانتهى بالنيون، الصوديوم وانتهى بالارجون. نلاحظ ان الصف الاخير من كل هذه الصفوف، العمود الاخير من هذه الصفوف يمثل ايه؟ يمثل عناصر مكتمله بها العدد الالكترونات، يعني ايه؟ الهيليوم هو موجود في الصف الاول، فبالتالي هو اقصى شيء عنده المدار الاولاني اللي هو الكي،
في 2 الكترون، والمدار الاولاني الكي يملأ ب2 الكترون. النيون فيها 10 الكترونات، 2 ملؤوا في الصف الاولاني في الكي و8 ملؤوا في المدار الثاني اللي هو ال، فبالتالي هو ممتلئ، والارجون كذلك والكربتون وهكذا. طيب دي بنسميها الايه، العناصر ايه النادره او العناصر النبيله او الخامله. طيب الصف الاولاني في العمود الاول عندي هيدروجين، في كم الكترون؟ في الكترون واحد وهو موجود في المدار الايه الكي. طب الليثيوم في 3 الكترونات، 2 في المدار الكي وواحد في المدار ال. طب الصوديوم في 11 الكترون، 2 في الكي و8 في ال، والالكترون واحد في الصوديوم. طب البوتاسيوم في 19، 2 8 8 وواحد في الاخر مدار. يعني معنى الكلام ده ايه؟ ان العناصر الموجوده في العمود الاولاني كلها تنتهي بالكترون واحد. طب في المدار في العمود الثاني كلها تنتهي باثنين الكترون. طبعا حضراتكم عارفين انه الالكترونات دي، عدد الالكترونات الموجوده في المدار الاخير تمثل لي ايه؟ تمثل التفاعل الكيميائي. يعني العنصر هيدخل التفاعل كيميائيا بمين؟ بالالكترونات الحره اللي عندي. يعني انا عندي عنصر زي الكالسيوم في 20 الكترون، 18 الكترون منهم اللي قاعدين جوه دول اللي هو في ال وفي الـ في الكي وال، دول ما بيتحركوش. ايوه عدد التكافؤ اللي بارك فيه، الا العنصرين الاثنين الالكترون الموجودين في المدار الاخير هم اللي بنسميهم زي ما تقول هي حضرتك اللي هو الكترونات التكافؤ، هم اللي هيدخلوا في التفاعل. طب لما يكون عندي عنصر فيه الكترون واحد زي الهيدروجين وزي الصوديوم، اكيد هيتفاعلوا تفاعل كيميائي نفس الطريقه اللي هو هيفقد الالكترون ده. طب عنصر زي الكالسيوم وزي الراديوم، ان المدار الاخير فيه 2 الكترون، يبقى لما هيدخل تفاعل كيميائي الاثنين هيتفاعلوا بنفس الطريقه اللي هي التفاعل الكيميائي يفقد الاثنين الكترون. لا يكتسبش، اللي يكتسب يا مرام العناصر اللا فلزات. انا بتكلم على الفلزات اللي هي فيها الكترون واحد او اثنين، دول هيفقد. يعني انا عندي ايه زي الصوديوم مثال، في 11 الكترون، في 2 الكترون في المدار الاول و8 في المدار الثاني اللي هو ال، والكترون في المدار الاخير. عشان يكتمل الصوديوم يبقى هادي ومستقر، يبقى زي الجماعه دول بتوع العناصر النبيله او الخامله. الاسهل يفقد الالكترون الموجود في المدار الاخير ولا يكتسب 7 ويكتمل؟ يبقى الاسهل ان هو يفقد اللي يفقد الالكترون. زي الكالسيوم فيها 2 الكترون في المدار الاخير بتاعه، الاسهل عشان يكتمل ياخد 16 الكترون عشان يكتمل ويبقى زي الكربتون، ولا يفقد الالكترونين ويبقى برضه خامل زي الاربون؟ الافضل الاسهل له انه يفقد. فدي بنسميها الفلزات، العناصر الفلزات التي يكون فيها عدد الالكترونات في المدار الاخير اقل من نصف العدد اللي يكتمل به. يعني لو انا عندي هنا المغنيسيوم المدار الاخير او المدار الثاني زي الكربون، الكربون فيه 6، فيه 2 في المدار الاول و4 في المدار الثاني، فهو كده في النصف، عدد الالكترونات بتاعته 4، ويكتسب يكتسب الاربعه يفقد الاربعه وهكذا. هنا عندي زي الاكسجين، الاكسجين هنا فيه 8 الكترونات، 2 في المدار الاول و6 في المدار الثاني، فبالتالي الاسهل يفقد الـ6 ولا يكتسب 2 ويبقى ايه زي النيون مكتمل؟ يبقى الاسهل ان هو يكتسب. دي بنسميها اللافلزات. يبقى عندي هنا في التقسيمه بتاعتي، التقسيمه بتاعتي البدايه تبدا بالعناصر الفلزات التي لا يكتمل فيها العدد الالكترونات اقل من النصف، وهنا العدد اللي بنسميها الخامله او العناصر الخامله، واللافلزات التي يكون فيها عدد الالكترونات بتاعتها اقل او اكثر من ايه من النصف. طب اللي يكون عدده في النصف بالضبط بنسميه ايه؟ اي الثلاثه الاولى تفقد، تمام كده، العناصر الاولى دي بتفقد، اللي بنسميها الفلزات زي السيزيوم زي الكالسيوم زي الباليوم زي الراديوم، دي كلها عناصر هتفقد. طب عناصر زي الفلور زي الصوديوم زي الاكسجين سوري زي السلفر زي السيلينيوم زي الايودين كلها هتكتسب،
تمام. طب في عناصر تاني هنسميها ايه؟ الايه اللي هنسميها اشباه الموصلات او اشباه الفلزات، اللي هو زي الجرمانيوم زي السيليكوم، دي بيكون فيها عدد الالكترونات موجوده فيها بالنص، تمام، لا لاحق يكتسب ولا يفقد، بنسميه اشباه الايه الموصلات وليها استخدامات. طيب المطلوب هنا بنقول ايه؟ طب انا ما دام هم موجودين في نفس العمود معناها ايه؟ معناها ان لو انا عندي الكالسيوم وعندي الراديوم، الاثنين لو دخلوا تفاعل هيتفاعلوا زي بعض. يعني لو انا لا قدر الله عندي مريض وعايز اعمل له عمليه بيت سي تي، فعايز احقنه بحاجه عشان استكشف العظام بتاعته لو لا قدر الله في سرطان، ايه؟ سرطان عظام في جسمي. طب اعمل ايه؟ قال لو انا حقنت المريض ده بماده الراديوم 225 هيحصل له ايه؟ لو حقنته بالماده دي البرين المخ بتاعه هيتخيل ان الماده دي عباره عن كالسيوم عشان فيها 2 الكترون في المدار الاخير، فيروح اوتوماتيك يبث الماده المشعه اللي انا حقنت المريض بها، تروح تتجه كلها على مين؟ اتجاهها على العظام في جسم المريض هذا، تمام؟ فبعد كده لما اجي اعمل له عمليه البيت سي تي او اعمل له اي عمليه استكشافيه، الاحظ لو كان لا قدر الله السرطان ده اكتسب او اخذ، هيعمل ايه؟ الخلايا السرطانيه هتاخذ محتاجه طاقه او عندها هايبر، عندها زياده في الاستهلاك اكثر، فهتسحب الراديوم بنسبه كبيره جدا. فلما اجي اعمل بيت سي تي يلاحظ عندي المناطق اللي يكون فيها خلايا سرطانيه هتظهر عندي ايه؟ بوضوح اكثر. فده الاستفاده من ايه؟ من الجزء بتاع البريدكتيبل او اللي الجدول الدوري. زي ما قلنا احنا هنا عندي كده خلاص عناصر الانتقاليه او العناصر الفلزات واللا فلزات واشباه الموصلات، فبالتالي هيبقى الطبيعي لكل عنصر، مش هيبقى ما فيش عناصر بتحب تعيش مستقله. ليه؟ لان هو لو هو انا عندي عنصر زي السيليكون او زي المغنيسيوم، اي عنصر من دول، طب هو عنده عايز يوصل لمرحله الاستقرار ان هو ما يتفاعلش، يا اما هيفقد ويكتسب. طب ما يفقد ويكتسب هيفقد مع نفسه؟ لا، هيعمل حاجه اسمها الجزيء. فالجزيء يعمل ازاي؟ يا اما هيعمل جزيء عن طريق التفاعلات او الروابط التساهميه او الروابط الايه الايونيه. الروابط التساهميه الاثنين يتساهموا مع بعض، يتشاركوا فيه كل واحد بالكترون، زي جزيء H2O. H2O عندي 2 هيدروجين و1 اكسجين، الاكسجين فيه 8 الكترونات، 2 في المدار الاول و6 في المدار الاخير، فبالتالي المدار الاخير محتاج 2 الكترونات عشان يبقى ايه؟ يبقى مكتمل. طب والهيدروجين؟ الهيدروجين كل ذره فيها الكترون واحد، فبالتالي هي محتاجه الكترون ثاني عشان تكتمل، فيعملوا جمعيه مع بعض، يتشاركوا الالكترون الهيدروجين والاكسجين، يبقى عندي كده في المدار الاخير هنا عندي ايه؟ 8 الكترونات. يعني لو انا بصيت لذره الهيدروجين الاديه هبص الاقي عندها كان الكترون واحد وتشاركت بالالكترون من ذره الاكسجين، اصبح كان مدارها فيه ايه؟ فيه 2 الكترون. طيب ذره الهيدروجين الثانيه نفس الشيء، طب ذره الاكسجين كان فيها 6، فعندها 1 2 3 4 5 6، وتشاركت مع ذرة الهيدروجين الأولى بالإلكترون بقت 7، وتشاركت مع ذرة الهيدروجين الثانية بقت بالإلكترون بقت 8، يبقى كأن الأكسجين أصبح مكتمل، فبقي جزيء الإيه؟ الإيه؟ جزيء المية. نفس الشيء لو كان عندي الأيون بوند أو الخلايا أو الروابط الأيونية، فالروابط الأيونية بيحصل شيء أصعب، إيه أصعب إيه؟ إنه الذرة بتفقد الإلكترون أو تكتسب الإلكترون نهائياً، يعني ذرة زي الصوديوم فيها عدد 11 الكترون، 2 في المدار الاول و8 في المدار الثاني والكترون في المدار الاخير، فالطبيعي عشان تستقر هتفقد الالكترون ده. طب ذره زي الكلور، الكلور فيه 17 ايه؟ 17 الكترون، 17 الكترون، 2 في المدار الاخير و 2 في المدار الايه 8 في المدار اللي بعده و7 في المدار الاخير. طب عشان تستقر هل اسهل تفقد السبع الكترونات اللي في المدار الاخير ولا تكتسب 1 وتبقى 8؟ يبقى الاسهل انها تكتسب وتبقى 8، فبالتالي ذره الكلور تفقد الكترون وتتحول الى ايون موجب، وذره سوري ذره الصوديوم تفقد الكترون
تتحول. ليه تتحول لأيون موجب؟ عشان هنا أنا عندي كان نواة الصوديوم فيها 11 بروتون موجبين و11 إلكترون سالبين فهي متعادلة الشحنة. لما فقد إلكترون أصبح عندها 11 بروتون موجب و10 إلكترونات سالبة، فبالتالي أصبحت موجبة الشحنة بيه وجود بروتون زيادة. طيب الكلور هيفقد يروح يكتسب، يكتسب إلكترون، كان هو 17 بروتون و17 إلكترون، لما اكتسب إلكترون من الصوديوم أصبح 18، فبالتالي أصبح أيون سالب، بقي عدد الإلكترونات الموجودة فيه أكثر من عدد البروتونات فأصبح أيون سالب، فبالتالي يتحد الأيون الموجب اللي هو الصوديوم مع الأيون السالب اللي هو الكلورايد ويديني حاجة اسمها NaCl اللي هو ملح الطعام. فكده تعرفنا على الجزئية بتاعت الذرات وعرفنا. طيب هل كل الذرات هيحصل فيها تغيير، تتغير الذرة يعني ايه؟ قلنا احنا عندي عندي ايه؟ عندي قلنا عندنا حاجة اسمها العدد الذري والعدد الكتلي. قلنا العدد الذري اللي هو يمثل اسم الذرة البصمة بتاعته، يعني انا قلت 27 معناها كوبالت، قلت 8 معناها اكسجين، قلت 12 يعني كذا، عملت 6 يعني كربون وهكذا. طيب يبقى ما ينفعش لو حصل تغيير في العدد الذري يبقى اوتوماتيك الذره اتغير، نوع الذره اتغير. طب هل ممكن يحصل تغيير في العدد الكتلي؟ قال لي قال لي هيظهر عندي حاجه جديده اسمها الايزوتوب او اللي هي ايه النظائر. ايه النظائر؟ النظائر قال لي عباره عن انه نفس العنصر تمام يكون لي شبيه لي نفس العنصر بس بعدد كتلي مختلف. يعني أنا ممكن ألاقي كوبالت 60 وألقى كوبالت 59 وألقى كوبالت 61، لكن بدأ ذكرت كلمة كوبالت أوتوماتيك يبقى إيه؟ يبقى العدد الذري بتاعه كام؟ 27. صوت واضح يا شباب ولا ما واضح؟ يمكن يكون تعب الجهاز. طب
طيب خلاص دكتور محمد انت واضح والله يا دكتور محمد بارك الله فيك. طيب ممكن نريح احنا 10 دقائق عشان نقدر ايه قد يكون النت واضح. بسم الله الرحمن الرحيم. فبالتالي عندي حاجة اسمها الايزوتوب، وقلت الايزوتوب عبارة عن نظير يعني شبيه، هو يبقى نفس العنصر يبقى لي نفس العدد الذري لكن يختلف العدد الكتلي، دي بنسميها ايه النظائر الايه للعناصر. واحنا عارف ما في النظائر دي طبعا هيكون عندي العدد الكتلي مختلف لكن اختلاف بس ايه التشابه في العدد الذري وتغير في عدد النيوترونات، ده عدد الكتلي ايه متغير. طيب وعندي حاجة اسمها الايزوبار اللي هو يكون عنصرين بس متشابهين في العدد الكتلي بتاعهم زي الكوبالت والنيكل. الايزوتون اللي هو اللي يكونوا متشابهين في عدد النيوترونات الموجودة بالداخل زي النظير الثالث للهيدروجين اسمه التيتريوم مع الهيليوم. الايزومير اللي هو بنسميها اللي يكون الشباب بتوع النيوكلير ميديسن يعرفوها أكثر، اللي هي جزئية بتبقى عبارة عن عدم الاستقرار أو ميتا ستيبل في الانرجي لعنصر معين زي التكنيشيوم ام، بيكون في حاجة اسمها ميتا ستيبل يعني لسه مش مستقر فيفقد جزء من الطاقة في صورة أشعة جاما إكس جاما عشان يوصل لمرحلة الاستقرار، وهو نفس العنصر ما حصلش شيء التغيير فقط في الايه في الطاقة. أهم شيء عندنا إذا أبقى عارفه هو الأيزوتوب وحنشرحه بالتفصيل، والأيزومير خلاص عرفناها بالنسبة للجماعة دي. طيب العناصر أو النظائر المشعة دي الأيزوتون دي الأيزوتوب بتبقى عبارة عن عناصر عدد خلاص العدد الذري بتاعها كله شاب وثابت لكن يتغير في العدد النيوترونات أو العدد الكتلي التوتال ككل. هنا عندي هنا عدد النيوترونات كان 5، هنا 6، هنا عدد النيوترونات 8 وهكذا، هنا السيزيوم 82، هنا 78. يبقى بدام في الايزوتوب العدد الذري متشابه يبقى نفس العنصر، طب العدد الكتلي يتغير. العدد الذري متشابه معناها انه عدد الالكترونات الموجوده هي نفسها ما تغيرتش، فبالتالي الخواص الكيميائيه بتاعه النظائر متشابهه ما حصلش فيها تغيير. طب بدام العدد الكتلي متغير سكر بدام العدد الكتلي يتغير يبقى عدد النيوترونات متغيره، يبقى معناها ايه؟ يبقى قد يكون الخواص الفيزيائيه لحظة بس. فبدام عدد النيوترونات متغير أو العدد الكتلي متغير يبقى الحياة الموجودة داخل النواة مختلفة، ده هيؤدي إلى مين؟ يؤدي إلى أن الطاقات الإشعاعية بتاعت العناصر ممكن تحصل لها إيه؟ اختلاف. يبقى كده عندي في النظائر الخواص الكيميائية متشابهة والخواص الإشعاعية أو النووية مختلفة. لكن بنلاحظ احنا مثلا عندي هنا الكربون 14 انا اديت له رمز باللون احمر كده وهنا كربون 13 لا ما رمزناهوش بلون، فمعناها ايه؟ قال لي في عناصر مش كل النظائر تكون نظائر مشعه، يعني في نظائر هتكون نظائر مشعه بسميها راديو اكتيف ايزوتوب ونظائر غير مشعه ساكنه مع انها نظير زي السيزيوم 133، لكن السيزيوم 137 كان مشع، فبالتالي ليست كل النظائر ايه مشعه وليست كل النظائر غير ايه غير مشعه. طيب ف الهيدروجين والكربون وكذا دي كلها عناصر، هنلاحظ ان في بعض العناصر اللي بنسميها الموجوده في المجال الطبيعي زي البوتاسيوم 40 زي اليورانيوم 238 وهكذا، دي بنسميها نظائر مشعه موجوده في الطبيعه يعني في بعض المناطق بالرمال او الصخور ممكن تكون موجوده، لكن في بعض العناصر وجد انها توجد بعد الايه بعد التفاعلات الكيميائيه او بعد الايه بعد المفاعلات النوويه مثلا ما بتحصل الميست بتاعتها او النفايات اللي طالعه منها بيبقى فيها عناصر زي السيزيوم 137 فيها عناصر زي الايودين 131 فبالتالي انه في نظائر بتكون موجوده في الطبيعه وبتبث اشعاعها بنسميها الباك جراوند راديشن، وفي نظائر موجوده في
ناتجه من مجالات صناعيه من المفاعلات النوويه الصناعيه زي السيزيوم زي ايه زي الايودين. وبالتالي انا ممكن لما اكون باخذ عينه من منطقه معينه ووجدت فيها زي السيزيوم احس ان كان في مفاعلات او في نشاط اشعاع ايه صناعي في المكان ده. هنا طبعا من ضمن المميزات للايزوتوب او النظائر المشعه بيكون في حاجه اسمها نصف العمر او تمام. فنصف العمر ده اقدر احدده بيكون في نظائر زي الايودين زي اليود نصف العمر بتاعه بالثمان ايام، زي الاسترانشيوم نصف العمر بتاعه بالساعات، وفي زي اليورانيوم 237 نصف العمر بتاعه ب 4500 مليار سنه، اقدم من الارض نفسها يعني بقدم الارض تمام. والبوتاسيوم نفس الشيء 1300 مليار سنه. فدي ايه ده الفرق في الايه في النظائر. The identity and chemical properties of any atom are determined by the numbers of protons in its nucleus. As atoms get bigger and heavier, the nuclei get bigger and heavier, and the protons need a sort of nuclear glue to help hold them together. Neutrons provide this glue and prevent the positive charges of protons from repelling each other, thanks to something called the strong nuclear force. Elements can exist with slightly different numbers of neutrons, and we call these isotopes of an element. It is particularly common for heavier elements where a lot of neutrons are required to hold the nucleus together, but smaller and lighter examples include the isotopes of hydrogen. Hydrogen 1, hydrogen 2, also called deuterium, and hydrogen 3, also known as tritium, are the three isotopes of hydrogen. They have 0, 1, and 2 neutrons respectively. Tritium is the heaviest isotope of hydrogen as it has a larger mass number. Note that in each of these isotopes there is a single proton. This means that the element is unchanged, and that's the important point. It is still hydrogen and will react chemically in exactly the same way. There is often more than one stable isotope of an element. In fact, much of the world around us is made up of stable isotopes. However, sometimes there aren't enough neutrons in a nucleus, or there may be too many for it to be stable. An analogy is a person carrying boxes. If you try to carry too many boxes, you'll end up dropping some. And if you continue, you'll keep dropping boxes until you reach a manageable amount. This is your stable state. And nuclei behave in a similar way, and they will try to stabilize themselves. If there are too many protons or too many neutrons, the nucleus can spontaneously rearrange itself and throw out particles in the process. This is essentially what happens in radioactive decay. Isotopes that have unstable nuclei like this are known as radioactive isotopes or radioisotopes. In our hydrogen examples, both deuterium and tritium are unstable and are hence radioisotopes of hydrogen. The more unstable a nucleus, the faster it will try to rearrange itself into a more stable state. And another name for this process is radioactive decay. Radioisotopes are often used in medicine to trace aspects of body chemistry or blood flow. For example, a small amount of the radioisotope technetium-99 may be injected into the bloodstream to show up on medical imaging and x-rays. And this is known as a medical tracer. Tracers can be used by chemists to understand how a reaction works. Atoms of radioisotopes can act as markers, allowing chemists to follow how a reaction sequence occurs. And of course, radioisotopes are also used in radiotherapy to kill malignant cancer cells. So, as you can see, isotopes are important in modern science, and so we'll finish with a summary of the key points. Isotopes of the same element have the same chemical properties. Some isotopes are stable. Isotopes that are unstable are radioactive.
Radioactive isotopes are also known as radioisotopes. Radioisotopes can be used as tracers or markers in chemistry and medicine, and they are also used to kill cancer cells.